طاب مساءكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سبورت دوت نت، الذي يتناول أبرز الأحداث الرياضية المحلية والعربية والعالمية التي تناقلتها الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية دائما من الشأن المحلي العراقي، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. إلى الشأن المحلي العراقي، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من الخبر الأول. وكالة كل العراق الإخبارية أين نيوز، المنتخب العراقي يتراجع إلى المركز 91 بتصنيف الفيفا لشهر آذار. تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم مركزين في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للعبة فيفا لشهر آذار الجاري، ليحتل المركز 91 بين المنتخبات العالمية بعد أن كان في المركز 89 للشهر الماضي. وفقا لبيان الفيفا الذي نشرته وكالة أين، فإن العراق احتل المركز 10 في التصنيف الجديد على مستوى قارة آسيا بعد منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والسعودية واليابان والإمارات وأستراليا وأوزبكستان وقطر والأردن، كما جاء المنتخب العراقي بالترتيب 10 أيضا على مستوى المنتخبات العربية بعد الجزائر وتونس ومصر والسعودية والإمارات العربية وقطر والمغرب والأردن. ونتابع في الخبر الثاني من الأخبار العراقية، يحيى علوان يقول إن المنتخب لن يرضى بغير النقاط الست في مباراتيه أمام تايلاند وفيتنام. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم يحيى علوان أن يوم الفيفا داي الذي يوافق 21 من آذار الجاري كان السبب في عدم استطاعته إيجاد مباراة أخرى للمنتخب. وقال علوان للسومرية نيوز إن مباراة العراق مع تايلاند ستكون في 24 من الشهر الحالي، وبينا أن معسكر أربيل سيبدأ في 10 من هذا الشهر، وسيغادر الأسود بعدها إلى إيران ثم اللعب مع سوريا للاطلاع على جاهزية اللاعبين ومن ثم خوض مباراة تايلاند. ومحليا أيضا، معرض الكرة العراقية المصور نقل عن علوان يضيف علاء عبد الزهرة وعلي حسين رحامة إلى قائمة المنتخب الوطني. كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم باسل جورجيس عن إضافة اللاعبين علاء عبد الزهرة وعلي حسين رحامة إلى قائمة الأسود. وأوضح جورجيس لمعرض الكرة العراقية المصور أن اللاعبين تمت إضافتهما بعد تعديل بيانتهما لكي تتطابق مع البيانات الموجودة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وقال جورجيس أن منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة منتخبي تايلاند وفيتنام ضمن التصفية المؤهلة لمونديال روسيا وكأس أمم آسيا. وكالة المدى بريس نقلت عن وزارة الشباب بأنها تدعم المنتخب الوطني وتضع منشآت البصرة الرياضية تحت تصرفه. أكد المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة أحمد الموسوي أن الوزارة وضعت منشآت المدينة الرياضية في محافظة البصرة تحت تصرف المنتخب الوطني، وذلك استعدادا للمواجهتين الحاسمتين في التصفيات المزدوجة أمام فيتنام وتايلاند. وأوضح الموسوي للمدى بريس أن الوزارة قدمت الدعم اللوجستي الكامل للمنتخب الوطني فضلا عن التواصل المستمر مع الاتحاد والملاك التدريبي واللاعبين وحثهم على تقديم الأفضل من أجل تسهيل مهمته، لا سيما وأنها تحتاج إلى تحضير نفسي ودعم من جميع الأطراف. وفي موقع المسلة، مدرب الأولمبي عبد الغني شهد يحدد منتصف شهر آيار موعدا للتحضير إلى أولمبيات ريو دي جانيرو. أعلن مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد أن إعداد المنتخب للأولمبيات ريو دي جانيرو سيبدأ منتصف شهر آيار المقبل. وقال شهد لوكالة المسلة إن الآلية النهائية لدور النخبة تبقى بيد اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بالاتفاق مع ممثلي الأندية. وأضاف شهد أن قائمة الدوري بطريقة التجمع لمرحلة واحدة ومجموعتين ذهابا وإيابا لا يؤثر في تحضيرات المنتخب الأولمبي. ومحليا أيضا، في صحيفة الزمان، اتحاد الكرة يهدد الفرق التي تمتنع عن اللعب بغرامة 25 مليون دينار عراقي. حذر اتحاد الكرة الفرق التي تمتنع عن خوض مباراتها الأخيرة بدور الكرة بعد ضمان موقفها.
وفي حديث لصحيفة الزمان بيّن عضو الاتحاد كامل صغير إن العقوبة ستكون خصم 6 نقاط من رصيد الفريق وغرامة مالية 25 مليون دينار، مبينا أن الفرق التي تمتنع عن خوض المباراة الأخيرة ستؤثر على سير هذه المسابقة. ولدينا في معرض الكرة العراقية المصور أيضا خلدون العبادي يؤكد أن ملعب الشعب الدولي سيكون جاهزا في شهر نيسان المقبل. قال مدير ملعب الشعب خلدون العبادي إن الملعب سيكون جاهزا أمام الأندية في الشهر الرابع من هذا العام، وهو الموعد الحقيقي الذي حددته الشركة التركية. وفي تصريحات لمعرض الكرة أضاف العبادي أن الشركة التركية المسؤولة عن ملعب كربلاء الأولمبي تبرعت ببذور لأرضية ملعب الشعب في الشهر 9 من العام الماضي، مشيرا إلى أن المشكلة في ملعب الشعب ليست أرضية فقط، وإنما يحتاج إلى إصلاح الإنارة والتأسيسات الكهربائية والصحية إلى جانب مضمار الجري. وفي صحيفة الصباح وزارة الشباب تكرم الأندية المشاركة في بطولة سلة النساء. قرر وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عطار تكريم الأندية الخمسة المشاركة في بطولة أندية العراق للشابات والمتقدمات لكرة السلة بتجهيزات رياضية متكاملة. وبحسب صحيفة الصباح فإن عطار أشاد الجهود التي تبذل من جميع المعنيين لتطوير الرياضة النسوية وإقامة البطولات وتوسيع رقعة المشاركة فيها، كما أشاد عطار بالمستوى الذي قدمته اللاعبات في الأندية المشاركة بالبطولة وحثهن على تقديم جهد أكبر في المنافسات المقبلة. وفي السومرية نيوز اتحاد الطاولة العراقي يجري اختبارات الأشبال تحضيرا لبطولة الأمل التي ستقام في مصر. أعلن الاتحاد العراقي لكرة الطاولة عن إجراء اختبارات الأشبال لكلا الجنسين، وبين أن المركز الوطني لرعاية المواهب الرياضية أحرز المركز الأول. وقال المتحدث الإعلامي للاتحاد أحمد عبد الكريم في حديث للسومريا نيوز إن الاتحاد أجرى اختبارات فئة الأشبال لكلا الجنسين لاختيار الأفضل للمشاركة في بطولة الأمل التي ستقام في مصر منتصف آذار الحالي، مبينا أن لاعبو المركز الوطني للرعاية الموهبة الرياضية سيطروا على المنافسات وأحرزوا المركز الأول. وفي جريدة بلاد اليوم منتخب الريش العراقي يشارك في بطولة فجرة الدولية في العاصمة الإيرانية طهران. أعلن الاتحاد المركزي للريش الطائرة موافقته على المشاركة في بطولة الفجرة الدولية التي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران. وقال أمين سر اتحاد اللعبة محمد الشحماني لبلاد اليوم أن المنتخب بدأ تحضيراته للمشاركة في البطولة، مبينا أن الاتحاد أمن جميع مقومات نجاح المشاركة بغية تحقيق النتائج الإيجابية. على صعيد متصل اختتمت نهاية شهر شباط المنصرم بطولة التصنيف للشباب والمتقدمين في محافظة ميسان، حيث تم اختيار نخبة من اللاعبين لفئات الشباب والمنتخب الوطني تحضيرا للاستحقاقات الخارجية المقبلة. مشاهدينا، أما الآن فننتقل بكم إلى الأخبار العربية، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. إلى الأخبار العربية، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من دور أبطال آسيا، حيث نقلت وكالة إمارات سبورت المدرب زلاتكو يعترف بتأزم موقف فريق العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم. أقر الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين بصعوبة وضع فريقه عقب الخسارة الثانية على التوالي في بطولة دوري أبطال آسيا. وتلقى العين هزيمته الثانية على التوالي إثر خسارته أمام مضيفي الجيش القطري. ووجه داليتش التهنئة للجيش الذي كرر انتصاره على الفريق الإماراتي مؤكدا أحقيته بالفوز بعدما قدمه من مستوى قوي. وأظل العين بتلك النتيجة بلا نقاط ليستمر في مؤخرة ترتيب المجموعة الآسيوية. وفي هذا الشأن أيضا لموقع سوبر الإماراتي محمد الشلهوب يعتبر دعم جماهير الهلال السعودي هي كلمة السر في الفوز على بختكور. عبر محمد الشلهوب قائد فريق الهلال السعودي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بتخطي فريق باختكور الأوزبكي 4 أهداف مقابل هدف واحد
الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دور أبطال آسيا. وفي تصريحات له نقلها موقع سوبر الإماراتي، ثمن شلهوب الدعم الجماهيري الذي وقف خلف الفوز الكبير، ونجح شلهوب في صنع 3 أهداف وخطف نجومية المباراة التي وصفها بالصعبة. وفي صحيفة الرياضة السعودية، وكيل باخشوين يعلن جاهزية اللاعب لتلقي العروض بعد تباطؤ إدارة الأهلي السعودية. أكد عبد العزيز دبلول وكيل أعمال وليد باخشوين لاعب الأهلي السعودي أن موكله جاهز لتلقي عروض الانتقال من الأندية الأخرى. وفي تصريحات لصحيفة الرياض، أبدى دبلول استغرابه من تباطؤ إدارة الأهلي السعودي بتجديد عقد موكله الذي دخل فترة الأشهر 6 الأخيرة من عقده وبات متاحا للانتقال إلى أي فريق، نفيا رغبة الهلال السعودي بالحصول على خدمات اللاعب الدولي. وفي صحيفة استاد الدوحة، نتابع المنتخب القطري يحتل المركز 80 حسب التصنيف الجديد للفيفا. تأخر المنتخب القطري مركزين في التصنيف الفيفا الجديد ليصبح في المركز 80 عالميا، وقد جاء العنابي ثامنا في القارة الآسيوية، بينما بقي المنتخب الإيراني في الصدارة قاريا بمحافظته على المركز 44. وعلى المستوى العربي، حافظ المنتخب الجزائري على الزيادة رغم تأخره بمركز واحد من 36 إلى 37. وفي اليوم السابع، نتابع المصري وليد صلاح الدين يتعين مديرا للكرة بالاتحاد السكندرية. وافق وليد صلاح الدين لاعب الأهلي الأسبق على تولي منصب مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندرية المصري خلفا لجودة شلبي الذي اعتذر مطلع الأسبوع الحالي. وكان محمود مشالي رئيس النادي قد فتح خط اتصال مع وليد صلاح الدين الذي سبق له اللعب في صفوف الفريق السكندري، وطلب الأخير مهلة لدراسة الموقف والاعتذار لنادي نجوم المستقبل المتعاقد معه. وبالفعل يبدأ مدير الكرة مهام عمله في الاتحاد السكندري. وفي الأخبار العربية، نتابع أيضا في موقع كرة اتحاد الكرة المغربي في مأزق بسبب عقد مدرب المنتخب السابق الزاكي بادو. فشل الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي القجع في الوصول لقرار مع المدرب السابق للمنتخب المغربي زاكي بادو بعد رفض الأخير فسخ تعاقده. وكان الاتحاد المغربي قد أقال الزاكي وعين الفرنسي هيرفي رينارد كبديل له، لكنه رفض فسخ عقده واشترط حصوله على كل مستحقاته المالية، بعدما قرر القجع منحه راتب لثلاثة شهور فقط. وسنتابع أيضا مشاهدينا في صحيفة الوطن الكويتية، الإيقاف الدولي على الكويت يمنع استقدام حكام من خارج البلاد. أكد مصدر قريب من لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الكويتي أن الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية يشكل عائقا أمام الاتحاد ولجنة الحكام لإحضار أي حكم من خارج البلاد. ونقلت صحيفة الوطن عن المصدر تأكيده بالثقة موجودة في الحكام المحلي لإدارة اللقاءات المهمة في أي مسابقة كروية. هذا وكان عدد من الأندية قد أبدت عدم رضاها عن قرارات حكام كرة القدم في أكثر من مرة، ودعت إلى إحضار حكام من الخليج أو آسيا أسوة بالدول الخليجية المجاورة لإدارة اللقاءات المهمة في الكويت. وفي الكويت أيضا، نتابع في صحيفة الأنباء إلغاء توصية إيقاف الطاولة الكويتية من المشاركات الدولية. نجح رئيس اتحاد كرة الطاولة الكويتي مالك الحمود في إلغاء التوصية الدولية بإيقاف المشاركات الدولية للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وتأجيل موضوع التصويت لمدة شهرين. وقال مالك في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية أن رفع هذه التوصية جاء بعد تحركات بلاده مع دول الخليج والدول العربية. وذكر أنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة توماس فايكرت قريبا لإقناع الاتحاد بعدم وجود أي تدخل حكومي كويتي في الرياضة. وفي صحيفة عكاظ السعودية، ترشيح حكم سعودي لإدارة مباريات السلة للسيدات أولمبيات ريو دي جانيرو.
رشح الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم السعودي حاتم الحزمي في إدارة مباريات السيدات للتصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل. وأعرب الحكم السعودي في تصريحات لصحيفة عكاظ عن سعادته بهذه الثقة من قبل الاتحاد الدولي. هذا ويعد الحكم الحازمي من أفضل الحكام في القارة الآسيوية، وسبق إن قام بإدارة بطولة العالم للشباب 2015 في اليونان. ونتابع في موقع كرة رياضية أيضا، فرض عقوبات دولية صارمة على تونس بعد أحداث النهائي الإفريقي لكرة اليد. أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن عقوبات تأديبية ضد منتخب تونس على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا ضد المنتخب المصري في نهاية كانون الثاني الماضي. بحسب كرة، تضمنت لائحة العقوبات الإيقاف 3 مباريات على المستوى الإفريقي وعقوبة مالية قدرها 5300 يورو ضد 4 لاعبين بسبب تصرفاتهم بعد نهاية المباراة. كما تضمنت العقوبات الإيقاف لمدة 1 سنة بالنسبة للمسابقات الوطنية الإفريقية والدولية ضد اللاعبين مجد حمزة ومحمد صفر. مشاهدينا، أما الآن فننتقل بكم إلى الجزء الأخير من البرنامج والأخبار العالمية، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا للجزء الأخير من البرنامج والأخبار الدولية، ونبدأها من الخبر الأول في صحيفة إكسبريس الإنجليزية. أوكسيلدا تشامبرلين يغيب عن صفوف أرسنال لمدة 2 شهر بسبب الإصابة. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أنه سيفتقد جهود لاعب خط وسطه أليكس أوكسيلدا تشامبرلين لنحو 2 شهر بسبب إصابة تعرض لها في الركبة. وتعرض لاعب المنتخب الإنجليزي للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي خسرها الفريق على أرضه أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وقال الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال أن تشامبرلين سيغيب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، لكنه لن يحتاج لإجراء جراحة. وفي صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، موسم نيانج مع أي سي ميلان الإيطالي ينتهي بسبب حادث سير. يواجه مباي نيانج مهاجم فريق أي سي ميلان الإيطالي الغياب عن الملاعب مدة 2 شهر بسبب إصابته نتيجة تحطم سيارته بحادث سير. وعلن الروسو نيري ببيان مقتضب نقلته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت إصابة نيانج بإصابات طفيفة في الكاحل والكتف، إلا أن صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت كشفت مزيدا من التفصيلات حول الحادث. وأوضحت الصحيفة أن نيانج فقد التحكم بسيارته نتيجة الأمطار الغزيرة في ميلان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأثبتت الفحوصات أن اللاعب لم يكن مخمورا عندما كان يقود سيارته. وفي صحيفة كوريري ديلو سبورت، المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري يؤكد أنه لا يفكر أبدا في تدريب ريال مدريد الإسباني. نفى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس إمكانية رحيله لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف القادم. وفي حديث لصحيفة كوريري ديلو سبورت قال أليجري أنه سعيد مع يوفنتوس ولا يرغب بالرحيل إلى أي ناد آخر في الوقت الراهن. وكشف أليجري عن حلمه بتدريب المنتخب الإيطالي مستقبلا، وكانت الصحف الإسبانية قد رشحت أليجري تسلم مهمة ريال مدريد الإسبانية، بينما ربطته الصحف الإنجليزية بإمكانية تدريب تشيلسي اللندني. وفي الخبر الآخر، نتابع فريق زينت الروسي يغري المدرب التشيلي مانويل بيليغريني براتب ضخم. دخل نادي زينت سان بطرسبورغ في نوفمبر هذا